مع اقتراب حلول نهاية العام الدراسية، السؤال الكبير يلي منطرحه على حالنا: كيف نقيم إنجازات آخر العام للأطفال؟ وما المعايير التي نستخدمها؟ وما طرق التقويم والقياس المتبعة؟ أسئلة رح نطرحها خلال حديثنا مع الاختصاصية الاجتماعية رندا علي ديب. يسعد صباحك يا رندا. يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك رندا. دائما صباحك. بكون لنا وقفات معك، وقفاتنا بتكون مميزة ومهمة جدا بعالم الأطفال، وأيضا بتكون نصائح للأهل. بداية خلينا نحكي، حكينا بالحلقة الماضية عن توقعات الأهل من الأطفال، اليوم راح نتطرق لتقييم الإنجازات مع نهاية العام، نحدد شو هو الإنجاز. تمام. خصوصي هلأ بهاي الفترة كلها عم تكون تحضير للامتحانات، سواء المراحل الانتقالية ولا الشهادات. نحن دائما بهي الفترة بيكون كل تركيزنا انه ان شاء الله يا رب يجيب علامات عالية، ولكن نحن بننسى تماما انه في بناء معرفي عم بينبنى خلال عام كامل، ويمكن خلال اعوام سابقة عن اللحظة اللي نحن هلا فيها، ولكن نحن دائما بنربط الموضوع بعلامات وبارقام. لهيك نحن دائما في عنا عدة تقييم منحطها سواء كأهل وسواء كمدرسة، هي اللي بتعطينا أنا ابني وين واقف بالسلم التعليمي، وين واقف تماما. في نقطة كتير مهمة نحن لازم دائما نسلط الضوء عليها، خصوصي بالمراحل الروضة والابتدائية، لأنها هي الأساسية اللي بتنقلني بالمراحل الشهادات. ما واجه أنا المتاعب مع أطفالي اللي هلأ نحن منواجهها، أنه ما عم بيدرس، ما عنده أولوية للدرس، ما له مقدر أنه هذا مستقبله. فلهيك نحن منركز على المرحلة الابتدائية ومرحلة الروضة، هي فترة نضج التعلم. أنا ما فيني دائما أعطي كتاب وقل له حفاظ وحسن معلك، وأنا بالأخير ما هو موصل لدرجة من نضج التعلم المناسبة. لهيك هي بتختلف، بيكون في فروق فردية بيناتنا كلياتنا كيف منوصل لهي مرحلة النضج. كيف نحن في عنا نضج اجتماعي، كيف نحن في عنا نضج بأفكارنا. كمان التعليم في له مرحلة أساسية لازم نوصل لها لحتى نقدر نقول أنه يلا هلأ صار هو مسؤول عن حاله، يمسك كتاب ويدرس، ما ضل أنا ملاحقته أو ما ضل عنده مثل ما هلأ أنه دائما في أستاذ خصوصي عم بيتابعه أو يقول أنه أنا ما فيني أدرس غير لتكوني قاعدة جنبي. فهي اللي هذا النضج بيكون بنفسيته بترافق مع النضج اللي هو عنده يا أنه أنا قدران أقرأ، قدران أكتب، قدران أحفظ، قدران حط سؤال لحالي وبكتب لحالي الأسئلة وارجع حلهم أنا وأعرف وين نقاط قوتي وضعفي وارجع راجع معلوماتي. طيب كيف الأهل بدهم يعرفوا أنه طفلهم أنه وصل لمرحلة النضج العقلي وأن يعني صار عنده تركيز وانتباه؟ بنعرف نحن للنضج أكثر من نوع، النضج انفعالي، نضج عقلي، أكثر من نوع للنضج. كيف أنا بعرف أنه هلأ طفلي صار بمرحلة الأمان؟ يعني أنا إذا خليته يقعد لحاله مثلا ويدرس أكيد هو حيدرس وأكيد حيقدر يجيب العلامات، بس أكيد على حسب يعني على حسب قدرته، يعني مو فوق الطاقة. لهيك نحن بيكون شغلنا كله بمرحلة الروضة والمراحل الابتدائية الأولى اللي هي الصف الأول والثاني. لما نحن بنكون عم نوجهه بطريقة لطيفة بالواجب المدرسي، إنه أنت عندك واجب بداية من تلوين اللي هو أنت حيكون هو نشاط ممتع له، حيروح بالبيت يعمله لحاله بدون ما يكون في حدا قاعد جنبه، وحشجعه عليه. بلشت حمله أول خيط بالمسؤولية إنه أنت قدران تنجز لحالك بنشاط معين بمدة تركيز وانتباه معينة، لأنجزت مهمة وتانية بتتكافأ عليها وتشوف إنجازك إنه أنا قدرت لونها لحالي. هي بالمراحل الأولى. كيف أنا بقيس نضج التعلم؟ نحن دائماً بيجينا كتير ملاحظات إنه ابني لهلأ ما بيعرف يقرأ، ابني صار مثلاً فئة ثالثة والسنة الجاية عنده أول، وأنا لهلأ ما بيعرف يمسك القلم منيح. طيب أوكي، نحن مو هون هدفنا، هو الهدف البعيد بهذا العمر إنه يقرأ ويكتب ويكون بمستوى أكاديمي مميز، ولكن أنا في عندي الأهداف القريبة اللي لازم أشتغل عليها اللي هي الأنشطة والمهارات الأساسية اللي بتنميه بكل المجالات لتخليه يوصل لنضج تعلم بعدين بمسكه الكتاب والورقة والقلم. هون أنا مثلاً بيكون عندي طفل بشوفه أنه مثلاً ما له قدران يقعد قعدة طويلة ليمسك ورقة وقلم ويدرس، فأنا ما بجبره، بنقله لنشاط رياضي حركي تاني، لنشاط تاني، بغير له كل النشاط لنشوف مستوى النضج تبعه بالنشاط التاني. أوكي، يعني مثلاً عندي أنه ما بيقدر يوصل خط،
أو يكتب حرف مثلاً منقط، فأنا بنقله على نشاط حركي مثلاً يمشي على خط توازن، يعرف الاتجاهات، يروح يمين يروح يسار. بعدين أنا لما فأنا معناتها طلعت خطوة بمرحلة النضج التعليمية، ولكن أنا ما كنت لسه مسكت ورقة وقلم، أنا لساتني عم بشتغل نشاط حركي رياضي هو بالنسبة له تسلية وألعاب. لوقتها أنا بكون عطيته مدة تركيز معينة، وعطيته مدة انتباه جيدة، عطيته مكانته بالفراغ كيف هو قدر يكون، بعدها بنقول على القعدة والورقة والقلم. تمام. معايير معينة للتقييم لازم يتبعوها الأهل من خلال تقييمهم للطفل. أحيانا فرط المدح هو يعني كتير شيء سلبي لإله، مو إذا الطفل حمل شغلة أو لون شغلة إنه كتير نحن ننبهر فيها. أحيانا ردة الفعل الأهل هي يمكن طفل بينتبه لها إنه أي ممكن أنت تعمل أحسن من هيك. قديش مهم إنه نحدد معايير التقييم، ما نعطي الطفل هيدا المساحة إنه نحن عم ندلله، مو تشجيع، هو بيكون أحيانا بيعكس سلبي عليه. خلينا تمام، بخليه هو يشوف إنه دائما حجم إنجازاته أكبر من إمكانياته الأساسية. تمام. فهيك بالوقت أنا بنسحب تعزيزي هو حيشعر بالإحباط، والعكس صحيح، لما أنا ما بمدح بدرجة معينة لأنه هو عنده إمكانيات، كمان أنا رح أعمل له خوف وحيكون جبان وما يقدر يغامر أو يبادر بأي نشاط. هلأ مثل ما نحن في عنا بجامعتنا وبشهاداتنا ومراحلنا الإعدادية والثانوية بيكون في عنا تقييم ذاتي، تقييم فصلي، تقييم مرحلي، فحص آخر السنة، سبر كل أسبوع مثلا. كمان أنا بنقل نفس هذا الموضوع ولكن على عمر مبكر، اللي هو كيف أنا فيني أعمل هذا الشيء. دائما أنا بيكون في عندي تقييم ذاتي للطفل دائما بحوار، أنه أنت شو رأيك باللي صار، شو رأيك برسمات رفقاتك، شو رأيك بالقصة اللي كتبتها، شو رأيك بالبازل اللي ركبته. فهي الأشياء البسيطة بتعطي مثل تقييم ذاتي، اللي مثل وقت أنا بالمراحل بأعمار أقدم فحوصات. نعم. بيعطونا ورقة وبيقولونا يلا حلو، شوفوا كيف وين وصلتوا بالإنجاز أو وين نقاط ضعفكم وقوتكم. نفس الشيء لما بكون أنا في عندي السبر المفاجئ اللي نحن بنعمله نحن وكبار، دائما نحن وصغار هذا المهم وهذا الأساسي للعمر الصغير. مو صح أبدا أنا أجيب أعطي مقرر للأهل درسوا أولادكم هو عنده تقييم، لأن أنا هيك ما أسست بناءه المعرفي، أنا بكون عم بقيس ذاكرته فقط وهذا ما بيفيدني. دائما أنا مثل ما ذكرت بنزل التعلم، أنا شو هدفي لما ابني قرأ وكتب وكنا ماشي أنا وياه بالطريق مثلا ما عرف اسم الشارع، ما قدر يقرأ. طبعا. فأنا ما قدرت أعمل هذا الترابط، ما قدرت أعمل هذا التعميم، فهو ما عملتيته هالنضج الانفعالي والاجتماعي اللي هو الأساس. نحن بالأخير منتعلم لحتى نوصل لمهنة معينة، فلهيك لازم تكون خبرات حياتية هي أساسية بالمراحل. رندا، هلأ أهمية أنه تعامل الأهل مع الأنسات أو أساتذة المدارس قديش شيء مهم كمان ليكبر هذا النضج عند الطفل، أنه هنا مثلا يكونوا دائما عم بيسألوا لوين وصل طفلي مثلا بهاي المادة، شو عنده مثلا نقاط ضعفه، نقاط القوة تبعه، أهمية هذا الشيء مشان الأهل يعرفوا أهمية هذا الموضوع يصيروا يعملوه بحياتهم. تمام. أول شيء لازم نحن دائما يكون في له زاوية معينة بالبيت، طاولة وكرسي وألوانه ودفاتره وكتبه، روح اعمل واجباتك، اكتبهم لحالك وتعال ورجيني انت شو عملت، بعدين انا بشوف وين هو عنده صغيرات انا ممكن ساعده شوي فيها. يعني هيك انت عم تحكي انه غلط مسهلا نحط انسة للطفل؟ ايه يعني هو يفضل بأي عمر لازم مثلا انه الطفل يكون عنده انسة تتابعه بشكل يومي؟ هلا يفضل انه بالمراحل الابتدائية كلها ما يكون فيه، ولكن للأسف هلا ما في بيت الا ما في طفل وفي ما مو بس وحدة. ما في بيت، كل الاعتماد على خصوصي. تماما. يعني انت عم تلاحظي انه اعتماد الاهل على خصوصي هو خطا الاهل بالنهايه، انه يلا حبيبي انت ما تعلمت بالمدرسه نحن بنجيب لك انسه خصوصي. قديش انه هيدا الفكره كثير مرفوضه، ويمكن وزاره التربيه بالفتره الاخيره يمكن انت على درايه بهذا. تماما. الموضوع انه تم منع الدراسات الخصوصي من انهم يدخلوا ويعطوا دروس، يمكن بدهم يرجعوا للمدرسة، للوح، لأنه الولد فايت على المدرسة. قديش كمان مهم هذا الشيء؟ هلأ كان بالأول في صغيرات بهذا الموضوع اللي هي
المدرس طريقة تعليمه، الإمكانيات الموجودة عنده بالصف كانت كتير ضعيفة، إمكانياته كانت كمدرس كتير ضعيفة. نحن للأسف خلاص إنه أنا حفظت هذا المنهاج لهذا الصف فخلاص ما في عندي دائما عم جدد معلوماتي، عم جدد كيف طريقة التواصل مع الطفل. الناحية الأكاديمية للمدرس مختلفة تماما عن طريقة التعامل مع الطفل، لازم يكون دائما في طريقة كورس معين أنا هيئ الشخص الراشد لكيفية التعامل مع الطفل وإيصال المعلومة، ما بيكفي يكون عندي المعلومة فقط. إلى جانب الوقت القليل، إلى جانب ظروف المعيشية اللي عم نعيشها هلأ، عم بيكون الأم والأب مضطرين يشتغلوا شغلتين ثلاثة ليقدروا يأمنوا مدرسة مناسبة لطفلهم، لهيك ما عم بيكون عندهم الوقت الكافي لأنهم يتابعوا. وخصوصي انه هلا بلش يصير الوعي انه نحن لازم نخليه يدرس لحاله، يدرس لحاله تماما. صح. هلا رندا كمان بس فيك كمان من الاهالي ما بيقدروا ما بيتحملوا اصلا يدرسوا اولادهم، بتوقع انه هن بيكرهوا اولادهم بالدراسه بطريقه ايصالهم للمعلومه، يعني بيوصلوا للصراخ والعياط اذا الولد او الطفل ما استوعب عليهم كيف شو بدهم، او مثلا كتب هلا بدك تكتب هذا الشيء، واذا ما كتب بيصير مشكله عندهم بالبيت. يعني هي طريقه كمان، يعني انا هيك اهالي بنصحهم هيك يجيبوا خصوصي. لا يجيبوا خصوصي، يعني انه لازم ننوه على القصتين، يعني الاهل الرايقين الهاديين بيقدروا يوصلوا المعلومه بطريقه صح. خلص يعني انتم درسوا اولادكم، اما الاهل اللي ما بيقدروا يوصلوا المعلومه بطريقه صح وبدهم يكرهوا الاولاد بالدراسه، لا انا بنصحهم يجيبوا من الصف الاول، يجيبوا انسات عن جد خليه يتاسسوا صح. خصوصي في جانب ثاني كمان، يعني نقطه كثير مهمه، انه احيانا بتكون الام او الاب ما بيتقنوا اللغه العربيه او الانجليزيه او الفرنسيه، فلما بدها تدرسه عم تعلمه غلط، فهو بيصير عنده شرخ، الولد بيرجع على المدرسه مامي هيك علمتني، هو بيرد بيرجع بيلاقي بس المس ما هيك قالت لي. فهذا فعلا اذا كانت هي عصبيه او ما لها خلق او عندها ضغوطات معينه، لا معليه تجيب حدا يتابعه، ولكن مو بشكل يومي. دائما في طرق، حتى ولما انا كأم ولا مدرس خصوصي بدي اقعد ودرس الطفل اللي جنبي، كمان اعطيه مهام ينجزها لحاله. هذا النقطه المهمه، انه انا دائما اعطيه شيء يعمله لحاله ويقيم حاله فيه. مثل شو؟ يعني انا ممكن مثلا بعد ما اعطيته الدرس وشرحت له اياه كأم ولا كمدرس، نفس مبدا المدرسه اعطيته واجب، انا المره الجايه هاد بسمع لك اياه او بدي اشوفك كاتبه، او انا رح اعطيك هاي المعلومات صفي هذا المقطع انت بدك تقرا لحالك وانا بدي اشوف لك اياه المره الجايه. فهذا مع الوقت حيعطيه هذا الحس بالمسؤولية، وحيعطيه هاي المتعة، وحيحط الدرس من أولوياته. عكس ما قلتي إنه لما بدي عصب عليه ودائما أحطه وحطه تحت الدائرة، إنه أنت ليه ما كنت منتبه بالصف، هو يمكن ما يكون مو قد إمكانياته، أو ممكن ما يكون فعلا قدر توصله المعلومة، فلا خليها تبعد هي وتتحدث. بس صحيح، بس برأيك إنه هلا مو قصة رفض مطلق للأساتذة الخصوصي، ولكن هن مطلق تماما، هو شغلة نسبية. هلا ممكن الأهل أحيانا مثل ما قلتي ما يكونوا قد المسؤولية، لا مو بس يدرسوا أطفالهم لإدن ليربوا مزبوط، حتى يربوا أطفالهم، بس قديش مهم إنه معلش يتعذب شوي الولد بإنه كيف يدرس، أحسن ما إنه نحن نعوده على هاي الأشياء. ويمكن الاعتماد الكامل على البيت، الأساتذة الخصوصي بالبيت عم يستهتر بالمدرسة، يلا اليوم ما منروح الدوام، معلش هلا بتجي المس بتعطينا هذا الشيء. هو مانو بالمطلق، هو شغلة نسبية، وتأكيدا على هذا الشيء هو وزارة التربية. قديش مهم الأهل كمان إنه يخلوا الولد يحس. بتذكر بأيام ما كنا ندرس تقولي أمي أنت ما بتحبي التاريخ أو الجغرافيا، أنا ما كنت أحب التاريخ والجغرافيا، تقولي ما في أساس خصوصي للتاريخ والجغرافيا، دبري حالك وبدك تنجحي. قديش مهم كمان الأهل أنه شوي يعطوا هيك الولد، يقسوا عليه خليه أنه ما يتعود على شيء معين. هلأ في أهل أنواع، ممكن أنا أجي أضغط كأهل، أضغط ابني وأنا ما لي عطيته الأساسيات اللي هو يقدر يعتمد فيها حاله، فأنا ما فيني لومه.
مثلا هلا اختلف نحن عن جيلنا، اختلف كثير طرق طبعا. التعليم يعني بتذكر يعني على يعني انا بمرحله الجامعيه بلشت اعرف طريقه الخرائط الذهنيه وكيف الدراسه فيها، فهي كثير شيء اساسي وصح اني انا علمه للطفل، فانا خلصت من التاريخ والجغرافيا ممتاز بالطريقه الخرائط الذهنيه كثير بتعطي رموز للذاكره، خصوصي انه نحن نتائجنا وتقييماتنا عم تكون عم تعتمد بشكل كبير على الذاكره اكثر من البناء المعرفي. لهيك لما انا بدي اكون كأم احاول دائما كيف يعني انا اضغطه، ما انه اعطيه شيء اكثر من احتياجاته او اكثر من شيء هو ما يقدر عليه، دائما يكون في نسبه وتناسب، دائما في الام هي تتابع الطفل من بعيد. في فرق كثير كبير بين الدرس الخصوصي والمتابعه الخصوصيه، لما انا بتابعه شو عندك اليوم، شو كتبت، شو حليت، هات لنصلح سوا، يلا كتبت الاملاء يلا صلحها انت لحالك واكتب اغلاطك، ما بين انا ارجع ادله الماده الدرسيه كامله من الصف. هو في دائما قاعده عامه بتقول قد ما كان الطفل ضعيف والبيئه الصفيه غير مناسبه والاستاذ امكانياته ضعيفه والمنهج سيء، لازم يحصل 30% بوجود اقرانه. صحيح. فاذا كان مو محصلهم فكارثه، لا لازم نحن نشوف في شيء اساسي من المدرسه بيكون معناتها خلص ما ابعته بالمره وجيب له تماما خليه ياخذ الدرس بالبيت وخلصت القصه. لهيك نحن دائما لازم نوازن، ما عم نبعته بس لحتى يكون أكيد. علاقات اجتماعيه، بالعكس هو لازم يلعب بالفرصه لا هو بالعكس لازم بالاخير يكون في تحصيل اكاديمي ما بيقل اهميه عن التحصيل الاجتماعي والبناء النفسي. صحيح. كلهم هنا بيكملوا بعضهم لبالاخير يطلع عنا منتج جيل نبني عليه كل امالنا. هلا رندا نحن اذا بدنا نعرف حكينا هلا التقييم الصح كيف ممكن يكون، خلينا نحكي عن التقييم الخاطئ شو هو، خلينا نحكي عن المعايير الخاطئه للتقييم. من المعايير الخاطئة للتقييم اللي نحن هلا نشتغل فيها، اللي يعني نحن هلا بدنا نحط التوعية فيها نوعي عليها، هي لما أنا بيجي خلال عام دراسي 9 شهور إجا الطفل بغض النظر شو عمره، أنا حقلك للبكالوريا بعتبرهم أطفال، درس كل يوم بيومه، كل شهر كان عنده تقييم، كان في اختبار فصلي، اختبار نهاية العام، جينا نحن هلا للفحوصة بدنا نقيمه، حنعطي اخر شيء بدون اعطينا المقرر، درس اعطينا ورقه الامتحان بظروف امتحانيه بمراقبين ممكن يكونوا شوي جايين مو رايقين من بيتهم، حطيته تحت هذا الضغط، شو عنده معلومات اللي هو بالاساس عم بيحفظها كذاكره، فرغ كل هالمعلومات وحطها، جيت انا عندي سلم تصحيح علامات فرغته على هاي الورقه، طلع عندي بالاخير علامه يمكن تكون جيده يمكن لا، انا ما راعيت انه يمكن بهذا النهار يكون عنده ظرف بالبيت، ما راعيت انه ممكن هو يكون مرضان، ما راعيت انه هو يمكن يكون عنده احتياج خاص، ما راعيت البيئه الصفيه اللي عمل فيها التقييم، ما راعيت انا كيف خلال هذا العام كيف هدول التقييم اللي انا كنت عم بعمل له اياها شهر بشهر او فتره بفتره بشكل دوري قد ايه عطته هذا المنتج وقد ايه عملت له بناء معرفي. بالمقابل انا لما بيجي كطفل وقاعدين بوسط اجتماعي معين وحسيته حكى بموضوع هو موضوع حيكون اكيد اكاديمي متعلمه تماما سواء علوم ولا تاريخ ولا جغرافيا، لما اعرفه ناقش بطريقه حواريه بطريقه ظريفه فانا بكون اكيد عرفت انه هذا التقييم ايجابي هذا حيعطيه لبعدين. رندا يطول الحديث معك، يمكن المواضيع كثيره ويمكن مساحتنا كثير كبيره رح تكون خلال وقفات ثانيه معي، بدنا نشكر وجودك معنا، بدنا نشكر ايضا هيدي المعلومات اللي عم تفيدينا فيها. شكرا. ما بحب التاريخ وبرجع ولا انا اكيد متشكرك رندا على وجودك معنا وعلى معلوماتك طبعا القيمه والمفيده لكل اسره عم تتابعنا كمان اليوم، ونشوفك بحلقات قادمه وبالتوفيق ان شاء الله، والكم كمان وسهلا فيكي.